بيسأل ايه الريليشنز بتوين سباينال كورد اند فيرتبرال كولوم او الفيرتبرال كانال. السباينال كورد اهو موجود جوه الفيرتبرال كانال هنا، ده بيبي اتشال منه الدورسال ارش بتاع الفيرتبري والسباينز وابتدت تبان الفيرتبرال كانال، ومن الداخل ده الجمجمه برضو مفتوحه او السكال مفتوح، ادي البرين وادي السريبرام وادي السريبيلم وادي السباينال كورد اهو. ف بيقول لك في الشهر الثالث ثيرد مانث اوف ذا فيتال لايف، لما بيكون الولد جوه في الحياه الجنينيه، بيبقى الفيرتبرال كولوم او الفيرتبرال كانال مليانه بالسباينال كورد. يعني السباينال كورد بيملى كل الفيرتبرال كانال في الثيرد مانث اوف فيتال لايف. يعني ادي السباينال كورد ملى الفيرتبرال كانال في الثيرد مانث اوف ذا فيتال اي لايف، ادي نمره واحد. نيجي بعد كده، بعد كده بيحصل نمو سريع للفيرتبرال كانال او الفيرتبرا، فقرات تنمو بسرعه اكتر من السباينال كورد. السباينال كورد ينمو برضو بس مش بسرعه نمو الفيرتبرال كانال، فيحصل يبان كأن السباينال كورد اقصر من الفيرتبرال كانال. عشان كده الولد لما يتولد اهو بيبقى at birth the spinal cord بينتهي عند لمبر 3. يعني ساعة الولد ما يتولد السباينال كورد بينتهي عند ايه؟ لمبر 3. بعد كده من بعد 3 اشهر الاولانيين من بعد الولادة ولحد الادلت لايف، هنا اهو في الادلت بيبقى السباينال كورد بينتهي عند L1 او L2، اللور بوردر اوف L1 او الابر بوردر اوف L2. يبقى نقول الكلام دوت ريليشنز بتوين سباينال كورد اند فيرتبرال كولوم. السباينال كورد بيملى كل الفيرتبرال كولوم او الفيرتبرال كانال ات ذا ثيرد مانث اوف فيتال لايف، في الثلاث في الشهر الثالث من الحياه الجنينيه للايه؟ للجنين. نمره اثنين، عند الولاده السباينال كورد عند لمبر 3، لما في الادلت بيبقى عند لمبر 1 او لمبر ايه 2. طبعا السباينال كورد متقسم 31 سيجمنت، السيجمنتس دول طبعا بيبقوا اقصر من الفرتبرا، ولما كان السباينال كورد اقصر من الفرتبرا الكنال، عشان كده تلاقي السيرفايكال 8 سيجمنت اوف ذا سباينال كورد. هنا هو في السباينال كورد سيرفايكال 8 سيجمنت بتبقى مقابل ل6 سيرفايكال فيرتبري، لان ايه؟ السباينال كورد اصغر او السيجمنتس بتاع السباينال كورد اصغر من الفرتبرا، فعشان كده السيجمنت بتاع السباينال كورد نمره 8 تبقى مقابله للفرتبرا نمره كام؟ 6. والسيجمنت بتاع السباينال كورد الثوراسيك 6 تبقى مقابله للفرتبرا ثوراسيك 4. والسيجمنت بتاع السباينال كورد ثوراسيك 12 سيجمنت اوف ذا سباينال كورد تبقى مقابله ل9 ثوراسيك فيرتبر. ده بيبين لك السباينال كورد اقصر كتير من الفيرتبرال كانال. ونلخص الكلام ده تاني، نقول السباينال كورد في الفيتس او في الانتراوتراين لايف بيملى الفيرتبرال كانال في الشهر الثالث، بعد الشهر الثالث لحد الولاده بيبقى السباينال كورد عند 3 لمبر، في الادلت بيبقى عند الابر بوردر اوف ذا سكند لمبر او اللور بوردر اوف ذا فيرست لامبر فيرتبري.